بمناسبة تسليمها لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله جائزة شعلة السلام قامت صاحبة السمو الإمبراطورية الأرشدوقة هيرتا مارغريت رئيسة جمعية تعزيز السلام بزيارة إلى وزارة التربية والتعليم للاطلاع على تجربة المملكة في المجال التعليمي والتربوي يرافقها نائب رئيس الجمعية الدوق ساندرو فون هابسيورغ هذا وقدم لهم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عن أهم الخدمات التعليمية التي تقدمها المملكة وأبرز المشاريع التطويرية التي تنفذها الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم والتحصيل الأكاديمي للطلبة خصوصا تنويع الخدمات التعليمية لمختلف الفئات بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة والمتفوقين والموهوبين بعد ذلك أقامت صاحبة سمو الامبراطوري الارشدوقة والدوق يرافقهم سعادة وزير التربية والتعليم بزيارة ميدانية الى مدرسه المستقبل الابتدائيه للبنات حيث قامت بجوله اطلعت على الخدمات التعليميه واستمعت على عرض موجز حول استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العمليه التعليميه داخل المدرسه ثم حضرت جانبا من موقف تعليمي باستخدام هذه التكنولوجيا في احد الصفوف الالكترونيه كما زارت صف دمج الطلبه من فئه التوحد واطلعت على ما تقدمه المدرسه من خدمات لهذه الفئه خاصه التعليم الفردي بتوفير معلمه لكل طالب والتسهيلات المقدمه لهذه الفئه من الابناء ان مستوى المدارس في مملكه البحرين عال ومتميز واود ان اشير هنا الى اهميه ودور التربيه في تنميه مفاهيم الحريه والسلام وهذا ما حققته مملكه البحرين لا يسعني الا التعبير عن الاعجاب الشديد بما رايناه اليوم في مجال التعليم في مملكه البحرين خصوصا في دمج التكنولوجيا في التعليم واستخدام الانترنت والسبوره الذكيه ومستوى الدعم المقدم للطلبه ذوي الاحتياجات الخاصه واتمنى ان ارى مثل هذا المستوى العالي من هذه الخدمه التعليميه في بقيه الدول